مع مريم اليوم مشاهدينا رح نضوي على حدث روحي مميز، هو مسيرة من حريصة إلى ضيعة البيري الشوف. هالحدث بيصير للسنة الثانية على التوالي والدعوة مفتوحة أكيد لكل المؤمنين. تفاصيل أكثر مع ضيوفنا. برحب بالأب فادي ثابت، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أبونا شرفتنا. وبرحب بسيد ريمو مسلم، أهلا وسهلا فيك سيد مسلم شرفتنا. حضرتك صاحب الفكرة ومنظم المسيرة، هي جديدة نوعا ما، للسنة الثانية على التوالي بتقوموا بهالحدث، ولكن بدي أحكي عن المسيرة العريقة اللي عودتونا عليها من سنة لسنة من تنظيم إذاعة صوت المحبة بير فادي، خبرنا عنها شوي وليش صارت هالقد حدث روحي منتظر. هلأ مسيرة صوت المحبة اللي صار عمرها حوالي 19 سنة، هذه سنة العشرين، هي مسيرة طلعت فكرة بفترة من الفترات. كانوا على حريصة كانوا يطلعوا بأسبوع ما قبل أسبوع الألام يلي بيسموه أسبوع الأعمى. نعم. وهالشغلة هذه راحت مع الوقت، ففكرنا بإذاعة صوت المحبة. أنا كنت مستلمها جديد، أنه ليش ما بنعمل فكرة جديدة لمريم. والفكرة بلشت أنه نعمل مسيرة مريمية من جوني إلى حريصة، إنما قلبنا إذا بدك الوقت وخلقنا نوع من جو روحي حلو. انطلقنا منتصف الليل، ومن منتصف الليل كانت الانطلاقة حتى نوصل وجه الصبح بمعبد سيدة لبنان حريصة. وأكيد الأجواء الروحية والشموع والمشاعل، صمت الليل لوحده صحيح، وصمت الليل، وإذا بدك المكبرات الصوت يلي الصوت بيودي بالليل، خلقت إذا بدك هالحالة الروحية يلي صار لها حوالي 20 سنة موجودة. الناس صاروا بينطروها من سنة لسنة، بيجوا من كل أماكن لبنان، من الشمال من الجنوب. يعني نحن السنة في عنا بحدود 350 ضيعة. نعم. مشاركين معنا، عم نحكي مسيحيين ومسلمين، في مسيحيين، في مسلمين، في غير لبنانيين بيجوا. نعم. حتى يشاركونا بهالمسيرة هيدا. ولما بنوصل أكيد على مزار سيدة لبنان، الشيء المميز يلي بنعمله إنه كل الناس بيكونوا موجودين بقلب الكنيسة، ومندخل مريم، هي ملكة على حياتنا، بنرفعها على الراحات والناس بيصيروا يزلغطوا لها، ومنظر كثير حلو. عرس إذا بدك، عرس سماوي أرضي بنعمله بهالبازيليك. هالسنة شعاركم نحن طالعين، هذا طول عمره شعار من 20 سنة. من 20 سنة يعني هلا بتقولي بلبنان نحن طالعين، هي لوحدة دعوة، كل الناس بيقولوا لك وأنتم شو عاملين. فصار متداول، يعني 20 سنة صار له على لسنة الناس بصوت المحبة، بنقول له نحن طالعين وأنتم شو عاملين، دغري الناس بيجاوبونا وانتم شو عاملين. من السنه الماضيه ضيعت البيري الا جواب لكم، هن طالعين معكم. صحيح. من قلب مريم لقلب يسوع. سيد مسلم، خبرنا كيف طلعت الفكره معك انك تتعاون مع الاب فادي ثابت واذاعه صوت المحبه. الحقيقه نحن عنا بضيعه البيري الشوف عم نشيد مزار لقلب يسوع. نعم. مثل ما بنعرف الشهر ايار هو شهر مخصص لعباده مريم العذراء، بيجي وراء شهر حزيران اللي هو مخصص لعبادة قلب يسوع الأقدس. هالشهر مش كتير معروف بين العالم، وحتى هالعبادة مش كتير معروفة بين العالم. يمكن لأنه ما في مزار خاص لقلب يسوع. يمكن مثل ما في للسيدة. هلأ طلعت الفكرة أنه كيف العالم بشهر أيار بتطلع بتصلي وبتتبارك بسيدة لبنان بحريصة، بما أنه نحن عم نشيد هذا المزار اللي هو مزار لقلب يسوع عنا بالضيعة، حبينا نضوي أكثر على هيدا المزار من خلال نشر أكثر عبادة قلب يسوع الأقدس، ونقول للعالم أنه مثل ما في مزار سيدة لبنان اللي هو لمريم العذراء بتطلعوا بأيار بتصلوا فيه، صار في عندكم مزار لقلب يسوع بتطلعوا بشهر حزيران كمان بتمارسوا عبادة قلب يسوع الأقدس وبتعرفوا. حبينا نعمل هالربط بين هيدا المزارين تنقول للعالم كمان أنه الصلاة ما بتنتهي، نحن دائما بمسيرة صلاة وبمسيرة حج نحو يسوع المسيح. شهر أيار بنختمه بسيدة لبنان بحريصة، نعمل مسيرة بالمشعل من سيدة لبنان بحريصة سيرا على الأقدام لمزار قلب يسوع البير الشوف. مشان هيك مدعوين كل المؤمنين أنه يشاركونا بهذه المسيرة. هلا نحن هذه المسيرة عملناها السنة الماضية، السنة حبينا نعمل نشترك نحن صوت المحبة وبرفادي تابت وشاريتي تي في، أنه يكون فعلا انتهاء وتسليم بشكل أنه مثل ما
تسليم وتسلم، رح تسلم الشعلة. تفضل. يعني بنهاية القداس إذا بدك بيخلص القداس بالتطواف الكبير يلي بيكون نحن بيكون عددنا ما يفوق ال 15-20 ألف شخص نحن بنمشي، بس لما بنوصل على مزار سيدة لبنان أكيد في ناس بيكونوا تعبوا. أي ساعة بتكون صارت تقريباً؟ بنوصل حوالي الساعة 5:30 عم نحكي. بنوصل الساعة 5:30 قداسنا بيكون الساعة 6 تيكونوا ارتاحوا شوي العالم، تكنا حضرنا حالنا، تدخلنا العذراء مثل ما قلت لك ملكي، ومنبلش بالقداس. واكيد هون القداس بينقل على كل وسائل الام تي في، رح تكون عم تنقل اكيد الام تي في عم تنقل، وكل وسائل الاعلام بيكونوا كمان عم ينقلوه. باخر القداس بيتم اذا بدك تسليم الشعله، يعني بنسلم الشعله قدام هالجماهير هيدي كلها سوا. كمان الشباب بيكونوا محضرين حالهم حتى ينطلقوا من معبد سيدة لبنان حريصة تينطلقوا على الشوف. أنا بلاقيهم بعلي لأنه بكون ماشي كل الليل، مضطر أنه يكون في عندي استراحة صغيرة، برجع بلاقيهم من علي وبكفي الطريق معهم حتى نوصل على البيرة. لما بنوصل على البيرة بيكون في القداس من عشر. أي ساعة بتنطلق مسيرتكم وأي طريق راح تسلكوه؟ نحن بس يخلص القداس راح يكون مرقص الأب فادي ثابت، راح نستلم الشعلة من برفالي ثابت وننطلق تقريبا مبدئيا على الساعة 7. نحن رح نتجمع بحريصة على 6:30، على الساعة 7 بعد ما نستلم الشعلة رح ننطلق من حريصة ونقطع قضاء كسروان، نقطع قضاء المتن تنصل على قضاء بعبدة، على قضاء علي تنصل على قضاء الشوف، على تحديدا بلدة البيرة اللي فيها المزار قلبي أسوأ. كله على الأقدام ماشي أكيد. المسافة طويلة، هي نحن الفكرة سيرا على الأقدام. بس نحن رح يكون في معنا بسيط مرفقتنا على الطريق، ونحن عاملين جدول منشان كل ضيعة بدنا نقطع عليها اي ساعة رح نكون نوصل عليها. هيك رح يكون بيقدر ينضموا لكم كمان على الطريق من هالضياع اللي ذكرتها. صح، رح يكون اهل الضياع نحن على تواصل معهم، رح يكونوا ناطرين كل اهالي ضيعة باول ضيعة طبعا يستلموا هالشعلة وينقلوها من ضيعتهم تيسلموا الضيعة اللي وراها. واكيد كل الاهالي مدعيين انه يكملوا معنا على الطريق او لقونا على الطريق ويمشوا. نعم. كل واحد حسب قدرته. سيد مسلم، وين صرتوا ببناء هالمزار؟ يعني بعرف بيعود لقبل الحرب. نحن هذا المزار بلشنا ببنائه بسنه بالخمسينات تقريبا مع الاستاذ وديع عون، بس بفتره الحرب تدمر هذا المزار. هلا بعد العوده على الجبل استلمت مجموعه شباب مع الاستاذ مارون التكلي وكفوا بلشوا اعاده بناء هذا المزار. وهلا المزار هو تحت رعايه سياده المطران بولس مطر السامي الاحترام. في عنا لجنه وقف برئاسه الاب شكرا الله شهوان اللي هو تبنى هيدي الفكره وعم بيشتغل معي دائما تمنشان انجاح هيدي الفكره. طبعا مع لجنه الوقف، مع البلديه، مع كل شباب الضيعه اللي هن خليه نحل بهيدي الفتره عم بيكونوا تمنشان يزروا هيدا الحدث وهيدا المسار وهيدي المسيره بوجه كثير حلو ويعطوا فكره حلوه عن المسيحيين اللي موجودين بالجبل. بير فادي، شو رمزيه وجود مزار لقلب يسوع الاقدس؟ اكيد هلا قلب يسوع وقلب مريم في عيد موجود موجود بالكنيسه بتعيد الكنيسه لقلب يسوع. قلب يسوع يلي بيرمز لقلب الحب يلي ربنا قدمه حتى يفدي البشريه. وبالنهايه نحن حياتنا المسيحيه كلها مبنيه على القلب. يسوع لما اجى ما قال له للانسان اعطيني جمالك، ما قال له للانسان، قال له يا بني اعطيني قلبك. فاذا هالقلب هيدا في له رمزيه كثير مهمه بالنسبه لنا وبحياتنا المسيحيه. هو مركز الحب، هو مركز العطاء، هالحب يلي ما له حدود. مشان هيك بنقول ما من حب اعظم من هذا، وهو ان يبذل الانسان نفسه عن احبائه. ونحن كمان بحياتنا المسيحيه بنعرف انه يسوع طعن قلبه بالرمح، وهالرمح هيدا دفق منه مي ودم، المي والدم يلي بيرمزوا للمعموديه وبيرمزوا للافخارستيه او للقداس، يلي هن رمز كثير اساسي بحياتنا المسيحيه. المعموديه هي مدخل لبقيه الاسرار، انه انت ما بتقدري انك تكوني مسيحيه الا اذا كنتي معمده، والاسرار الافخارستيه او القداس يلي هو
تكليل إذا بدك الأسرار كلها سوا اللي بترمز لموت وقيامة الرب يسوع وصعوده إلى السماء. نرجع نذكر بنقطة الانطلاق لمسيرتكم أبونا. نحن مسيرتنا بتنطلق السبت يعني بكرة منتصف الليل. بكرة منتصف الليل من معهد الرسل جوني من الساعة 10:30 ببلشوا الموسيقى وتبلش العالم تتوافد من كل أنحاء لبنان. بنقول لهم إنه نحن تماما الساعة 12 انطلقتنا مسيرتنا بتنطلق نعم. من جوني إلى غدير ومن كفي إلى بكركي من بكركي إلى حريصة. بنوصل فوق حوالي الساعة 5:30. كل الأشخاص اللي كمان ما بيقدروا انهم يمشوا معنا كمان لما بيتعبوا في سيارات في بولمنات حتى ينقلوهم على او اذا حابين يلاقوكم على الطريق. مسيرتكم سيد مسلم اي ساعه بتنطلق كمان للي حابين؟ نحن بس نخلص القداس برفالي ثابت ببازيليك حريصه على الساعه 7 تقريبا بننطلق. هلا بحب اذكر نحن بما انه شهر حزيران قلنا هو مخصص لعباده الالبسة والاقدس، مش بس عندنا نشاط المسيره اللي هو ببدايه الشهر، نحن خلال الشهر كله في عندنا نشاطات كل ويك اند سواء من قداديس او ريسيتال او معارض فنيه دينيه. نعم. وبحب اقول كمان انه اللي بده يعرف معلومات اكثر عن نشاط شهر حزيران او عن المسيره في فوت على البيج على الفيسبوك. على الفيسبوك نحن عندنا بيج على الفيسبوك هي شباب البيري او البيري الشوف، او بيقدر يفوت على البيج الخاصه بريمون مسلم تقدر يعرف كيف التفاصيل. للمزيد من التفاصيل شكرا لكم وعقبال كل سنه. اهلا وسهلا فيكم. واقفي مشاهدينا وحلقتنا بتكمل.